في ملعب توربو مور في حضور جماهيري لحد ما كبير من عشاق ومحبي الكبيرين. نادي بيل مشاهدينا على ارضه يدخل مباراة اليوم بيحتل حاليا المركز قبل الاخير برصيد 9 نقاط، اما الكبير ليفربول حاليا بيحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة وبفارق 5 نقاط على صاحب المركز الاول من سيتي اللي بالامس طبعا حقق فوز غالي خارج الديار على واتفورد 2-1. واليوم مشاهدينا الان بنعيش معاكم لقاء 33 مرة في الدوري على فريق بيلي والتعادل مع بعض في الدوري، الهجمة وفاول وعلى طول الكرة العرضية عالية في خطيرة تعدي من الجميع ولكن تلعب بره بعيدة، ضربة المرمى على طول لصالح الريدز نادي ليفربول. ليفربول في الدوري عالية فوق والراسية والمتابعة يوهان تصويب ولكن فين سلاشيب في الاسبوع التاسع، عرضية قوية خطيرة راسية من فان دايك، عرضة أول لقاء لبيلي، خطيرة الهجمة متقطرة المهارة والدفاع من جويل ماتيب يا الخطورة يا في مشكلة موجودة ورا في باصل على الشمال على طول ناحية اللاعب يوهان، الهجمة كرة طولة أمامية مهارة واستلام من كريس وود مع كورة ولكن تسلم موجود كايتا استلام ناحية مينر أمامية حلوة على الشمال لمورينو العرضية القوية تصويبة صاروخية قوية بقدم ألبرتو مورينو ولكن تلعب بره فوق العرضة ضربة المرمى لصالح نادي عشان يعني يختم ويسير بشكل ممتاز في دوره كمان في دوري الأبطال. الفاول لصالح ليفربول هذا الباكر يمين بارديسلي مخالفة بقدم مينر عرضية عالية فوق راسية متابعة اللقاءات في الدوري وأكبر فوز لي في الدوري لما حقق فوز كبير هجوم جديد شاكيري وأوريجي خطيرة الدفاع وكمان التواجد لمينر مع كورة مينر بعرضية عالية فوق خطيرة الاستلام مش ممكن يا راجل الاستلام غير جيد من لاعب ستورج لو خدها من لمسة الواحدة كان عاوز يعد عاوز يلعب العرضية عرضية بره الكعب القوي جدا عالية فوق حلو على الشمال روعة الاستلام منتهي الخطورة مينر والعرضية في خطورة وتعادل للريدز النجم محمد صلاح في الدقيقة 30 من عمر المباراة هجمة طبعا شاكيري يعتبر هو أخطر لاعب حتى الآن في المباراة له لمسات سحرية غير عادية وراء أليسون حارس مرمى 2018 حتى الآن موسم ولكن دفاع ممتاز من جاك كورك أتعجبوها عرضية عالية دفاع نجم مينر على طول مينر عالية قوية راسية والهدف وصدى حلوة راسية من فان دايك وصد حلو من راسية دفاع رائع من فان دايك تترد تصل هجمة تصوبة قوية يا الله تصوبة صاروخية دينا رهيبة غير عادية بقدم الخطير وهو اللاعب المتميز الباك اليمين متقطورة استلام متقطورة الهجمة لصالح بيل تصويب ولكن تعدي فوق العرض في مشكلة موجودة ورا في الدفاع مساحات واسعة عرضية حلوة خطيرة لكايتا أمامية ممتازة لستورج العرضية والكيري شاكيري عدى وفات أمامية المهارة والتصويب والدفاع مرة ثانية بقدمين في المباراة هجمة على اليمين عرضية الكعب لكايتا تصويب ولكن في دي الحاسة مطالق اليوم جوهارت حارس المرمى حارس متميز جوهارت وغياب أبو صلاح كرة عرضية عالية تعدي من الجميع لمس بقدم بريدي بريدة عالية لمسة والهدف جول جوا جول جوا جول ولكن الحكم اللقاء لغى الهدف هلا في تسلم موجود رايا لمسة وهجمة ثانية لمورينو لشاكيري خطيرة التعدي من قد البرة لشاكيري عرضية ساحرة والراسية الروعة بالدفاع كايتا مهارة وانطلاقة من اوريجي لمسة ستورج تصويب وصدى ممتازة يتغلق جوهارت ويمنع مشاهدينا هدف اول لفريق ليفربول اخطر هجمة واجمل 5 من تاركوفيسكي راسية متابعة خطيرة تصويب ولكن الركنية الثانية لاصحاب البطولة الدار راسية تصل ناحية على طول خطيرة ستورج امامية ودفاع من على طول شاكيري عرضية ساحرة راسية من فان دايك تصل هجمة ثانية
محاولة بعرضية ساحرة جميلة وبالرأسية، ولكن تعدت تلعب بره، خطيرة جدا رهيبة جدا العرضية الجميلة بقدم مينر عالية فوق، خطيرة الرأسية المتابعة في الشهر الماضي. هجمة انطلاقة من كايتا، تسويبة حلوة والصدة، الصدة غير، يطالق الحارس الكبير الجوهارت ويمنع هدف جميل ليه على طول. برديس الأمامية خطيرة، مهارة، دفاع روعة بقدم عالية من يوهان، راسية خطيرة جدا والتالق والهدف، جول 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 جول، الهدف الأول، هدف التقدم لأصحاب البيت والدار، الركنية والعرضية والرأسية والمتابعة الجميلة، وهدف أول مشاهدينا في الدقيقة كام؟ ده في الدقيقة 54 من الزمن. مشاهدينا الأعزاء، من ركنية ومن العرضية ومن دربكة ممتاز، اللمسة والهجمة لهندرسون، أمامية تعدي خطيرة، لمسة بإيد الحارس جوهارت، مش كورته حارس مرمى جوهارت للاعب ارنولد، ورا الهجمه ثانيه بعرضيه قويه عاليه فوق، راسير من الكبار ومن عظماء الانديه الانجليزيه والاوروبيه، تتردد الهجمه لفريق طبعا ايبيلي، انطلاقه عنتريه تجلي من جوير بعرضيه ساحره من اوريجي، اللمسه لمينر، تصويب عرضيه والهدف، جول جول جوا جول، التعادل الجميل، تصويبه روعه بقدم النجم مينر، يحطها جميله جدا قويه، والانطلاقه مره ثانيه مهاره، انطلاقه حلوه من الباك الشمال تايلور، عرضيه في التعادل بقدم النجم جيمس مينر في الدقيقه 62، لعب تطرد اماميه ناحية طبعا الحارس رقم سبعه يوهان جودموندسون، كورته عاليه راسيه تعدي خطيره بشاكيري، والباص الطول امامي انطلاقه ولكن التحام، وصفاره فاول، صفاره وفاول لصالح نادي ليفربول، فاول لفريق ليفربول عاليه، المرة موجودة في أقدام لجيمس مينر، والعرض لك التعدد تلعب، هجمة لبيلي، كرة عالية راسية خطيرة، الدفاع ورا، الهجمة مرة ثانية أرنولد، عرضية عالية والهدف، جول جوا جول، الهدف الثاني عملوها ثاني وسجلوا الهدف الثاني، العرضية ايه؟ الماز، عرضية ساحرة ومتابعة جميلة من اللمسة الواحدة، ابن البرازيل، ابن السيلساو، النجم الخطير، دوري حتى لسبع هدف، الركنية عرضية لبرة، راسية دفاع متابعة ورا الهجمة لشاكيري، أمامية لمينر، عرضية تعدي دفاع في كأس الرابطة وثلاث هزائم في دوري الأبطال، كرة طولية تعدي ورا حد الحارس المهاري، الكعب والتصويب والتألق وأبو صلاح والهدف، مصري شاكيري، عرضية راسية من الدفاع في الدوري الإنجليزي، هجمة على اليمين خطير لصالح نادي بيلي مع كرة تصويب، ولكن في الحارس البرازيلي أليسون حارس المرمى، مرة ثم اي سي ميلان، خطيرة صلاح ولكن التسلل موجود لصالح نادي دورة، ابو صلاح بعرضية والهدف، يا 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 الله يا الله، والكيه روعة ازاي، والعرضية تدرس في المتعة والجمال، والتصويبة جميلة بقدم النجم الكبير السويسري الرهيب شاكيري، الهدف الثالث اليوم في مرمى الحارس الجوهر.